بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في اللقاء السابق كنا بنتناول موضوع الإدارة الكلية للجودة وتحليل تكاليف الجودة ومفهوم الجودة من زوايا مختلفة. بنستكمل هذا الموضوع الآن من خلال التعامل مع أهم نماذج الجودة. في نموذج تقليدي للجودة بيطلق عليه جوران موديل. جوران نسبة للعالم اللي هو قدم هذا النموذج. وفقا لهذا النموذج بنقول الآتي: إن المستوى الأمثل للجودة يتحقق عندما تتعادل تكاليف المنع والتقييم مع تكاليف الفشل الداخلي والخارجي. عند هذا المستوى بتكون التكاليف الكلية للجودة أدنى ما يمكن. بنعبر عن النموذج ده بيانيا في الآتي: عندنا العمود الرأسي يمثل التكاليف، العمود الأفقي بيمثل مستويات الجودة، مستوى الجودة بيتراوح من 0 إلى 100%. النموذج التقليدي للجودة ممكن نعبر عنه بيانيا في الشكل اللي قدامنا على الشاشة. عندنا عمود رأسي يمثل التكاليف، عمود أفقي يمثل مستويات الجودة، مستوى الجودة بيتراوح من 0 إلى 100%. هنجد إن تكاليف المنع والتقييم بتتزايد مع زيادة مستويات الجودة. كل ما عملنا صرفنا أكتر على المنع والتقييم كل ما كان مستوى الجودة أعلى. أما تكاليف الفشل الداخلي والخارجي بتتناقص مع زيادة مستويات الجودة. كل ما كانت الجودة مرتفعة كل ما قلت تكاليف الفشل الداخلي وقلت تكاليف الفشل الخارجي. النقطة اللي بيلتقي فيها المنحنى الخاص بتكاليف الفشل الداخلي والخارجي وتكاليف المنع والتقييم هي ده النقطة اللي بتكون عندها التكاليف الكلية للجودة أدنى ما يمكن، وهو ده المستوى الأمثل للجودة. لو بصينا إلى النموذج التقليدي للجودة اللي شفناه في الشكل السابق اللي هو بينسب إلى جوران اللي هو العالم اللي ابتكره، هنجده يتعارض مع مفهوم الجودة الشاملة. لأن الجودة الشاملة بتركز على ضرورة الوصول إلى مستوى جودة 100%. لكن في النموذج التقليدي النقطة اللي بتمثل مستوى الأمثل للجودة قد نصل إليها قبل تحقيق مستوى جودة 100%. وبالتالي هذا المدخل التقليدي يتبع أساسا في مفهوم الجودة في إطار معين أو في نطاق معين. هذا المدخل التقليدي تطور إلى نظام أو نموذج عالم اسمه تاجوشي. تاجوشي ده العالم اللي ابتكر هذا المدخل اللي هنتكلم عليه. بنقول إن الوحدات اللي بتقع في نطاق معين أو بتقع في هذا خارج هذا النطاق ممكن تكون وحدات غير متماثلة من ناحية مستوى الجودة. وبالتالي وفقا لنموذج تاجوشي بيقول ان الخسارة في الجودة لا تقتصر على وقوع المنتج خارج حدود المواصفات فقط، ولكن داخل النطاق الوحدات غير متماثلة في الجودة. من هذا المنطلق هنجد ان النظرة المعاصرة للجودة مفهومها الآتي: إن المستوى الأمثل لجودة المنتج يتحقق عند مستوى العيوب 0، زيرو ديفكت ليفل، بمعنى إن المستوى الأمثل للجودة لا عيوب، العيب 0، العيب ملوش تواجد عندي
في هذه الجزئية. التكاليف الصريحة والضمنية أو المستترة لتكاليف الفشل الداخلي والخارجي هتتزايد كلما تزايدت النسبة المئوية لوحدات المنتج المعيبة. يعني لو النسبة المئوية لوحدات المنتج المعيبة مرتفعة هنجد ان تكاليف الجودة صريحة وضمنية هتتزايد. التكاليف الصريحة والتكاليف الضمنية او المستترة لتكاليف المنع والتقييم هتتزايد بشكل خفيف ثم تتناقص مع تزايد النسبة المئوية للوحدات المعيبة. تكاليف الكلية للجودة تتحقق عند مستوى العيوب، مستوى العيوب صفر. يبقى المدخلين الحقيقة مختلفين. نتناول الآن موضوع إعداد تقارير تكاليف الجودة. يعني تكاليف الجودة ممكن نحللها وممكن نعرضها بصور مختلفة. من هذه الصور ان هنحلل تكاليف الجودة بشكل رأسي بعد تبويبها الى المجموعات الاربعة: تكاليف المنع، تكاليف التقييم، تكاليف الفشل الداخلي، وتكاليف الفشل الخارجي. من الصور الاخرى لتحليل تكاليف الجودة ان انا اقارن تكاليف الجودة بمجموعاتها الاربعة على مدار عدة فترات زمنية. يعني اقول تكاليف المنع في سنة 2009 كذا، تكاليف المنع في 2010 كذا، تكاليف المنع في سنة أخرى كذا، يبقى بنسمي ده تحليل أفقي. ممكن طبعا التحليل يتم من خلال مقارنة التكاليف الفعلية مع التكاليف المخططة الواردة في الموازنة التخطيطية في المجموعات الأربعة. صورة أخرى من صور تحليل تكاليف الجودة إن أنا أبوبها أفقي ورأسي في نفس الإيه؟ في نفس الوقت، طبقا للمجموعات وطبقا للأقسام والإدارات. ممكن أقارن تكاليف الجودة عندي مع المنشآت المنافسة أو أحسن أداء في إطار الصناعة. ممكن طبعا مزيج من الأنماط السابقة. عايزين نختتم هذا الموضوع بأن احنا نقول أن مقاييس الخاصة بالجودة منها مقاييس مالية زي تكاليف الجودة اللي اتكلمنا عليها، منها مقاييس غير مالية. من أمثلة المقاييس غير المالية إن احنا نحسب عدد الوحدات المعيبة اللي تم شحنها للعملاء ونسبتها إلى العدد الكلي للوحدات المشحونة للعملاء. من المقاييس غير المالية أيضا عدد شكاوي العملاء المرتبطة بالجودة، نسبة مردودات المبيعات بسبب سوء الجودة إلى المبيعات الكلية، نتائج الاستقصاءات والاستبيانات التي توجه للعملاء للوقوف على درجة رضاء العملاء عن مستوى الجودة، نسبة عدد الوحدات المعاد تشغيلها إلى الوحدات المنتجة. نتناول الآن موضوع منحنيات التعلم ودورها في تطوير بيانات التكاليف في نظم التكاليف الحديثة. عايزين نقول ان معظم البحوث والدراسات في الفكر المحاسبي بتفترض شرط الخطية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما انتج واحدة مثلا سيب بتاخد 10 ساعات عمل مباشر، مهما تكرر الاداء الوحدة هتاخد نفس المقدار من ساعات العمل المباشر. بمعنى ان احنا في الدراسات التقليدية بنفترض ثبات ساعات العمل المباشر اللازمة لإنتاج الوحدة أيا كان التكرار اللي مطلوب في هذه العملية. ولكن من المعروف إن أنا لما بكرر أداء عمل معين الكفاية بتاعتي بترتفع، وبالتالي بيحصل نوع من التناقص في ساعات العمل المباشر نتيجة ازدياد الخبرات، نتيجة التعلم. يعني انا لو انتجت وحدة خدت وقت معين، لما هكرر نفس العمل عدة مرات هيحصل نوع من التناقص لهذه
الساعات اللازمة لإنتاج الوحدة نتيجة ما يسمى بمنحنى التعلم. فمنحنى التعلم بيشير إلى إيه؟ بيشير إلى التناقص اللي بيحدث في المتوسط الوقت اللازم لإنتاج الوحدة كلما تضاعف حجم الإنتاج وتضاعف كمية الأداء. وبالتالي ظهرت هذه الظاهرة في الحرب العالمية الثانية، وتم استخدامها في التنبؤ بالتكاليف عند بناء السفن والطائرات اللازمة للحرب. منحنى مفهوم نظرية منحنى التعلم ان في كل مرة يتضاعف فيها مجموع الكميات المنتجة هنجد ان متوسط الوقت للوحدة يتناقص بنسبة مئوية ثابتة، ويسمى منحنى التعلم عادة حسب المتمم الخاص بنسبة الخفض. يعني لو كان معدل الخفض نتيجة اثر التعلم 20% فبنقول ان احنا منحنى التعلم بتاعي 80%، اللي هي 100% ناقص 20%. لو كان معدل الخفض نتيجة التعلم 10% يبقى منحنى التعلم بتاعي 90%، وهكذا. هنلاحظ ان منحنى التعلم يتراوح نسبته بين اكبر من 50% واقل من 100%. يعني منحنى التعلم لابد ان يكون اكبر من 50% واقل من 100%. عشان نوضح مفهوم منحنى التعلم بشكل رقمي، دعنا نفترض الآتي. إذا افترضنا أن منحنى التعلم نسبته 80% وأن لدينا 7 أوامر تشغيل، وأن أداء الوحدة الأولى يستغرق 500 ساعة عمل. وفقا للكلام ده، لو أنا أنتجت وحدة واحدة، الوحدة هتاخد 500 ساعة، دي الوحدة الأولى. الوقت الكلي لأداء العمل هيبقى عدد الوحدات 1 مضروبة في 500 يبقى 500 ساعة. لو أنا ضعفت الإنتاج، أنتجت وحدتين، الوحدة في المتوسط هتقل ب 20%، يعني هيبقى وقتها 80%، لأن احنا مفترضين إن منحنى التعلم 80%، بمعنى ان في خفض نتيجة التعلم يعادل 20%. يبقى الوحدة هتاخد 500 في 80% ب 400 ساعة، ده متوسط ساعات العمل للوحدة. وبالتالي الوقت الكلي للأداء، الوقت الكلي لأداء امر التشغيل رقم 2، عدد الوحدات 2، متوسط ساعات العمل للوحدة 400، 2 في 400 ب 800. طب امر التشغيل 3، هنضاعف الانتاج، بدل ما ننتج وحدتين هننتج 4 وحدات. وقت الوحدة هيتناقص ب 20%، او الوقت هيكون 80% من الامر اللي فات، يبقى 400 في 80% 320. الوقت الكلي هيبقى 4 في 320 ب 1280. الامر الرابع، هنضاعف كمية الانتاج، بدل ما ننتج 4 وحدات هننتج 8. متوسط وقت الوحدة هيتناقص ب 20% عن الامر السابق، لان احنا عندنا منحنى تعلم 80%، يبقى 320 في 80% 256. الوقت الكلي هيبقى كام؟ هيبقى 8 وحدات في 256 2048. الامر الخامس، هنضاعف كمية الانتاج، هيبقى 16 وحدة بدل 8 وحدات. يبقى متوسط الوقت 256 في 80% للوحدة، يبقى 204 و
8 من 10 الوقت الكلي لأداء العمل، هنضرب الكلام ده هنصل إلى 3276.8 من 10. الوقت أو الأمر التشغيل السادس لو ضعفنا 32 بدل 16 32 هيبقى متوسط ساعات العمل 163.84 من 100 للوحدة. الوقت الكلي هنضرب 32 في 163.84 هنصل إلى 5242.88. الوقت السابع هنضاعف من 32 ل 64 يبقى بنفس المنطق هتتم عملية الحساب. يبقى منحنى التعلم مفهومه ايه؟ ان كل ما يتضاعف حجم الانتاج هنجد ان الوقت اللازم لانتاج الوحدة هيتناقص نتيجة اثار التعلم بنسبة مئوية ثابتة. يبقى بالتالي لازم انا كده اكون انا قادر عند مستوى معين احسب المستوى المضاعف بتاعه يمشي ازاي. طبعا منحنيات التعلم لو اخذت في الاعتبار هيحصل ان احنا نقدر نقدر تكاليفنا بشكل اكثر دقة، هنقدر ايضا نحلل الانحرافات بتاعتنا بشكل اكثر دقة في هذه الجزئية. تعالوا نتناول بعض الامثلة البسيطة الخاصة بازاي نطور تحليل الانحرافات في ظل اتباع منحنى التعلم. هنقول او هناخد كده تحليل الانحرافات بشكله التقليدي وتحليل الانحرافات لو تم اخذ اثار التعلم في الحسبان. بنقول الاتي، لو حبينا ناخد بعض امثلة مبسطة في اطار موضوع منحنيات التعلم، وافترضت الاتي، افترضت ان انتاج الوحدة الاولى يستغرق نفترض 400 دقيقة، ان منحنى التعلم 80% المطلوب كم يستغرق انتاج الوحدة الثانية؟ بنقول عشان نجاوب سؤال زي ده بنقول ايه؟ ادي كمية الانتاج، ادي متوسط الوقت للوحدة، وادي الوقت الكلي. طبعا ده مثال مبسط جدا، حاول نفهم الفكرة بشكل مبسط جدا. لو انا انتجت وحدة واحدة هاخد 400 دقيقة، يبقى الوقت الكلي لانتاج الوحدة الواحدة 1 في 400 يعني 400. طب لو انتجت الوحدتين منحنى التعلم 80% يبقى الوقت هيقل ب 20% للوحدة. يعني بعبارة اخرى هيبقى متوسط وقت الوحدة 400 في 80% يعني 320 دقيقة. يبقى انتاج الوحدتين هياخد كام؟ انتاج الوحدتين هياخد 2 في 320 640 دقيقة. لو انتجت وحدة وقتي الكلي 400 دقيقة، لو انتجت وحدتين وقتي الكلي للوحدتين 640. اذا انتاج الوحدة التانية يستغرق كام بقى الفرق بين 640
والربعمية يعني 240 دقيقة. يبقى الوحدة التانية هنا نتيجة أثار التعلم تم إنتاجها في 240 دقيقة فقط، اللي هو الفرق بين الاتنين دول، إنتاج وحدتين 640، إنتاج وحدة واحدة 400. يبقى إذن الوحدة التانية أضافت للوقت 240 دقيقة، يبقى ده الوقت اللازم لإنتاج الوحدة التانية. طيب عايزين نناقش رقميا مع بعض عشان نستوعب الموضوع بتاعنا، عايزين نناقش ازاي نحلل الانحرافات، تحليل الانحرافات في ظل اثار التعلم. احنا بنقول التحليل التقليدي للانحرافات يتجاهل آثار التعلم، وبالتالي انحراف الكفاية للعمل المباشر في ظل التحليل التقليدي يساوي ساعات العمل المباشر المعيارية ناقص ساعات العمل المباشر الفعلية الكلام ده مضروب في معدل الأجر المعياري للساعة. ولكن يمكن تطوير ذلك من خلال أخذ آثار التعلم في الحسبان عن طريق 1 استخدام المعايير المتحركة أو الجزء الثاني استخدام مدخل آثار التعلم، هنشوف الكلام ده رقميا عشان نقدر نستوعبه مع بعض. يعني لو افترضت المثال التالي، المثال بتاعي بيقول ساعات العمل المباشر لإنتاج الوحدة الأولى أربعين ساعة، معدل الأجر المعياري للساعة 8 جنيه، ساعات العمل الفعلية لحجم الإنتاج الفعلي 1000 ساعة، ساعات العمل المسموح بها طبقا لمنحنى التعلم 419 ساعة،
كميه الانتاج الفعليه اثنين وثلاثين وحده. عايزين نحسب انحراف الكفايه في ظل التحليل التقليدي وفي ظل منحنى التعلم. هنقول في ظل التحليل التقليدي بنتجاهل اثار التعلم على الاطلاق، بنتجاهل اثار التعلم على الاطلاق، وبيبقى بالتالي انحراف الكفايه هيساوي الساعات المعياريه ناقص الساعات الفعليه في معدل الاجر المعياري. بالتالي الساعات المعياريه بتاعتي عباره عن ايه؟ ان انا انتاج كل وحده ياخد 40 ساعه، انا انتجت 32 وحده، يبقى بالتالي 32 وحده في 40 ساعه، ادي الساعات المعياريه بتاعتي. الساعات الفعليه، الساعات الفعليه عندي جيفن 1000 ساعه. كل الكلام ده معدل الاجر المعياري للساعه 8 جنيه عندنا. يبقى لو حسبنا الحسبه دي هجد ان الانحراف بتاعي 2000، يعني دي عباره عن 1280 ناقص 1000 مضروب في 8 جنيه يديني 2240 جنيه في صالح المنشأة. ليه في صالح المنشأة؟ لأن أصلا عندي الساعات الفعلية أقل، يبقى معناها إن ده في صالح المنشأة أفضل. ده التحليل التقليدي اللي هو بيتجاهل آثار التعلم في الحسبان، اللي هو بيفترض أيا كان الكمية اللي هننتجها إنتاج أي وحدة يستغرق 40 ساعة. الكميات تزيد الكميات تقل، المعدل للوحدة ثابت لا يتغير، وده التحليل المتبع في الشكل التقليدي. ولكن لو طبقنا آثار التحليل في ظل مدخل المعايير المتحركة، ان انا بقول لا لازم اطبق على اساس ان اخد المعايير المتحركة بتاعتي في الحسبان، لازم اخد اثار التعلم في الحسبان. فاثار التعلم بتقول ايه؟ ان انا عندي 32 وحدة تبقى ساعات العمل وفقا لمنحنى التعلم 419 ساعة. يبقى بالتالي هنا انحراف الكفاية هيساوي ايه؟ هيساوي الساعات المعيارية طبقا لمنحنى التعلم ناقص الساعات الفعلية كل الكلام ده في معدل الأجر المعياري. طيب الساعات المعيارية طبقا لمنحنى التعلم عندنا 419 ساعة، الساعات الفعلية عندنا 1000 ساعة، معدل الأجر المعياري بتاعي 8 جنيه. لما نحسب الحسبة دهيت هنصل إلى الانحراف بتاعي 4648 جنيه،
وده في غير صالح المنشأة. يبقى أحد صور تطوير تحليل الانحرافات إن إحنا بدل ما أحسب انحراف الكفاية على إنه الفرق بين الساعات المعيارية بغض النظر عن آثار التعلم والساعات الفعلية، لا ده أنا بحسبه على أساس الفرق بين الساعات المعيارية كما يجب أن تكون بعد أخذ منحنى التعلم في الحسبان. ساعاتي هنا 419 ساعة، الساعات الفعلية 1000 ساعة، يبقى بالتالي بنضرب الفرق في معدل الأجر المعياري. في مدخل آخر يمكن اتباعه وهو انحراف الكفاية في ظل مدخل آثار التعلم. المدخل ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا هحسب انحرافين للكفاية. انحراف الكفاية بسبب التعلم، وانحراف الكفاية لأسباب أخرى غير التعلم. طب ده نحسبه ازاي وده نحسبه ازاي؟ انحراف الكفاية في بسبب التعلم يساوي الساعات المعيارية ناقص الساعات المعيارية طبقا لمنحنى التعلم. في معدل الأجر المعياري يعني لو طبقنا على المثال بتاعنا الساعات المعيارية بتاعتي 1280 ساعة اللي هي عبارة عن 40 ساعة لإنتاج الوحدة، أنتجنا 32 وحدة، وفقا لمنحنى التعلم ساعاتي مفروض تكون 419، معدل الأجر المعياري 8 جنيه للساعة. لو حسبنا الحسبة دهيت هتديني 6888 جنيه في صالح المنشأة. أما انحراف الكفاية لأسباب أخرى غير منحنى التعلم بيبقى عبارة عن انحراف الكفاية لأسباب غير التعلم بيبقى عبارة عن الفرق بين الساعات طبقا للتعلم والساعات الفعلية في المعدل المعياري. يعني لو طبقنا الكلام ده في المثال بتاعنا هيبقى 419 ساعة دي ساعات التعلم، الساعات الفعلية 1000 ساعة، المعدل بتاعي 8 جنيه. لما نحسب الحسبة دي هيطلع عندي ناقص 46.48 في غير صالح المنشأة.
بقى ممكن اطبق او اخد منحنى التعلم في الحسبان في تطوير تحليل الانحرافات من خلال ان انا اطبق المعايير المتحركة اللي المعيار اللي بيتغير وفقا لاثار التعلم، او احسب انحرافين لاثار التعلم، انحراف بسبب التعلم وانحراف بسبب او باسباب اخرى غير التعلم. طبعا في المثال بتاعنا ده مجموع الانحرافين للكفاية يساوي انحراف الكفاية في المدخل التقليدي. يعني لو طبقنا الحسبة بتاعتنا هنجد ان انا عندي انحراف 6-8-8-8 موجب، وفي عندي انحراف سالب ب4-6-4-8. لو جمعت الاثنين دول مع بعض هنجد الانحراف 2240 جنيه، اللي هو الانحراف التقليدي بتاعنا اللي حسبناه قبل كده، 2240 في صالح المنشأة. يبقى نقدر نبلور الكلام ده في شكل بسيط كالآتي: ان انا اصلا عندي الساعات المعيارية للإنتاج الفعلي، وعندي الساعات للإنتاج الفعلي طبقا لمنحنى التعلم. وعندي الساعات الفعلية. المنحنى الانحراف الكفاية التقليدي بيحسب الفرق بين الاثنين دول وبعض. ده انحراف الكفاية التقليدي اللي هو بيتجاهل اثار التعلم، اساسه هنا تجاهل اثار التعلم. اما لو خدنا اثار التعلم في الحسبان هنجد ان احنا هنحسب انحرافين هنا اهو وده، هيبقى الانحراف الاولاني انحراف الكفاية بسبب التعلم، ده طبعا بعد ضرب الفرق في معدل الأجر المعياري، وهنا ده ناقص ده انحراف الكفاية لأسباب أخرى غير التعلم. بعد ضرب الفرق في معدل الأجر المعياري، يبقى اللي احنا عايزين نوصله لحضراتكم ان التحليل التقليدي للانحرافات يتجاهل اثار التعلم، وبالتالي بتكون النتيجة ان احنا بنضرب او بنحسب الانحراف بتاعنا على اساس الساعات المعيارية والساعات الفعلية
مع تجاهل ما يقضي به منحنى التعلم. اما لو خدنا اثار التعلم في الحسبان اما ان احنا من المعيار بتاعي بيبقى مبني على التعلم، وبالتالي اقارن ساعات التعلم بالساعات الفعليه، وده اللي سميناه مدخل المعايير المتحركه، ان المعيار بتاعي مش ثابت، المعيار بتاعي بيتغير مع اخذ اثار التعلم في الحسبان نتيجه ازدياد الخبرات وازدياد المهارات الناتجه عن التعلم. لو خذنا اثار التعلم في الحسبان ممكن مدخل اخر ان احنا ندرك بين الاثنين، بين الساعات المعياريه وبين الساعات الفعليه، بلوك خاص بالساعات وفقا للتعلم. يبقى هنا عندي انحرافين للكفايه، انحراف الكفايه بسبب التعلم، وانحراف الكفايه لاسباب اخرى غير التعلم. النقطه الاخيره في هذه الجزئيه هي ان انحراف معدل الاجر لا يتأثر نتيجة التعلم. معدل الأجر ما بيتغيرش، معدل أجر الساعة مبلغ معين، أنتجنا كتير أنتجنا قليل، كل كمية هتنتج ناخد أساسها، يعني انحراف معدل الأجر عموما بيساوي إيه؟ بيساوي معدل الأجر المعياري ناقص معدل الأجر الفعلي في الساعات الفعلية. يعني لو طبقنا الكلام ده على المثال بتاعنا، عندنا معدل الأجر المعياري 8 جنيه، معدل الأجر المعياري مثلا 8 جنيه، افتراض ان معدل الأجر الفعلي 10 جنيه، دي مفترضة. الساعات الفعلية بتاعتي عبارة عن 1000 ساعة، في ضوء هذه الحقائق هيبقى المعدل بتاعي هنا او انحراف معدل الاجر هنا ناقص 2 في 2000، يبقى ناقص 2000 جنيه، والكلام ده هيبقى في غير صالح المنشأة. هذا الانحراف لا يتأثر بالتعلم. معدل الاجر التعلم بيدي ايه؟ يخفض الساعات، لكن ما لهوش علاقه بمعدل الايه؟ ما لهوش علاقه بمعدل الاجر. بنصل في هذا الموضوع الى الخلاصه التاليه، ان تكرار الاداء يترتب عليه انخفاض في الوقت نتيجه اثار التعلم، ان اخذ اثار التعلم في الحسبان يمكن يؤدي الى نتائج أدق في تحليل الانحرافات، نتائج أدق في إعداد الموازنة الاستثمارية، نتائج أدق في تخصيص التكاليف على مدار دورة حياة المنتج. بنقول إن احنا في مقررنا تناولنا 5 موضوعات رئيسية نفتكرهم مع بعض تاني. الموضوع الأول المحاسبة على أساس تكاليف النشاط اللي هو قلنا الاي بي سي. الموضوع الثاني التكاليف المستهدفة اللي هو التارجت كوستنج. الموضوع الثالث تكاليف دورة حياة المنتج اللي هي اللايف سايكل كوستنج او توتال لايف سايكل كوستنج، التكاليف الكلية لدورة حياة المنتج. بنقول ان مقررنا بيحتوي على 5 موضوعات رئيسية. الموضوع الاولاني المحاسبة على اساس تكاليف النشاط اللي هو قلنا activity based costing اللي اختصارها او الانيشالز بتاعتها ABC. الموضوع الثاني التكلفة المستهدفة التارجت كوستنج.
الموضوع الثالث اللي خدناه مع بعض هو اللايف سايكل كوستنج او توتال لايف سايكل كوستنج، تكاليف دورة حياة المنتج او التكاليف الكلية لدورة حياة المنتج. الموضوع الرابع هو تي كيو ام، توتال كواليتي مانجمنت، ادارة الجودة الشاملة او الادارة الكلية للجودة. واختتمنا بشكل مختصر منحنيات التعلم وأثرها على تحليل الانحرافات وعلى تقدير التكاليف. نرجو ان احنا نستوعب المادة العلمية بشكل جيد، نكون واحنا بنذاكر واحنا بنقرأ ونطلع يبقى عينينا على الفاكتس والجمل بتاعتنا، عشان ممكن جدا تسأل فيه جمل صحيحة وجمل خاطئة، تحدد صح او خطأ بناء على استيعابنا للمادة العلمية. ايضا ممكن في اختيارات متعددة في الاسئلة، ان في اكتر من اجابة، احدهما اجابة صحيحة احدهما او الباقي اجابات خاطئة. قد تكون الاختيارات دي حاجة خاصة بالمفهوم بتاع اسلوب معين او حاجات رقمية. في الحاجات الرقمية ما اقدرش اقول الرقم ده صح او الرقم الغلط فين الا لما احسب، بمعنى ان انا اخد المعطيات اللي عندي وترجمها رقميا وفقا للمطلوب من السؤال، هيطلع رقم اجابة اوصل لها هي الاجابة الصحيحة، دي هي الاجابة اللي تعتبر صح وما عداها يعتبر خاطئ. في النهاية اتمنى لكم التوفيق واتمنى لكم كل نجاح، وان شاء الله من افضل لافضل ومن تقدم الى تقدم. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.